ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم باقي فقرات ان بوكس. وزي ما قلت لكم قبل الفاصل احنا هيبقى معانا في الفقره دي دراسات بتقول ان عدم الكلام بين الزوجين ده بيؤدي للوفاه المبكره. تفتكروا ليه؟ ده طبيعي يعني لانه اكيد انت او انت لما بيبقى يوم طويل بعد الشغل او بعد تفاصيل كتيره قوي في حياتك تبقى عايز ترجع البيت تتكلم مع شريك حياتك وتقول له انت ايه الانجاز اللي حققته النهارده؟ ايه الحاجات اللي عملتها غلط او انت مش راضي عنها؟ فبالتالي بيبقى في تفاعل من الطرف الثاني، ممكن ينصحك، ممكن يخفف عليك تعب اليوم. لكن لما تيجي تحكي لشخص شريك حياتك ويتجاهل تماما الموضوع ده وما يحبش يسمع او تلاقيه سرحان في الموضوع وبيتكلم معاك في موضوع تاني خالص، ده بيسبب للاحباط ويمكن كمان بيؤدي الى الوفاه المبكره. اه والله حاجه تاثر العمر يا بنتي، يعني يمكن بس مش الحاجه اللي بتكون مؤذيه نفسيا ان هو مش بيسمع لك اصلا، ولكن عدم الاستماع الجيد او فكره ان انت تكوني بتتكلمي في حاجه وهو بيتكلم في حاجه تانية خالص، او انه يقعد طول الوقت ينصحك يديكي حلول وانت بس بتبقي مجرد ان انت عايزه تفضفضي او ان انت تحكي تفاصيل يومك زي ما كنت بتقولي.